السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. وصفتنا لليوم نعمل مع بعض الملوخية مع الفراخ، ان شاء الله تعجبكم طريقتي في عمل الملوخية. ويلا بينا. اول حاجة بنحط الطنجرة على الغاز، ننزل نص معلقة زبدة. طبعا فرخة 2 كيلو زي ما انتم شايفين غسلتها ونضفتها بالمية والملح والطحينة. بنقلبهم مع الزبدة، بنحاول نعطيهم صعقة بس مع الزبدة حتى تطلع ريحتها وتصير يتغير لونها. وهلا بعد ما حوسنا الفراخ مع الزبدة، ننزل بشاف مية سخنة، بنقلبهم بس شوية كده وبس، وبنسيبها حديت ما تغلي. وهلا بعد ما غليت الشوربة، بنحاول نشيل أي شوائب او اي رغوة، بنشيلها كلها، بنحاول ما نخليش حاجة، وبنحركها تحريكة بسيطة. وهلأ بنزل براس بصل مقطع شرايح عريضة، بنضيف معلقة ملح، 4 ورقات غار او لورا، ربع معلقة فلفل اسمر، نص معلقة حبهان مطحون. بنحركهم وبنسيبها نص ساعة على نار لطيفة لمدة نص ساعة، وبرجع لكم بعد نص ساعة. بنغطيها نص تغطاية، ورجعت لكم بعد نص ساعة. وهلأ اللحمة استوت زي ما انتم شايفين، وهلأ هنشيل اللحمة من الشوربة، نبدأ نشتغل في الملوخية. طبعا هيك اللحمة صارت مستوية وتمام التمام، هنصفيها نشيلها من الشوربة. وهلأ هنغير الحلة ونحط حلة أصغر وننزل فيها الشوربة. بسم الله، حسب كمية الملوخية. تقريبا أنا معايا 400 جرام ملوخية مخروطة ومتلجة وجاهزة، لأن هاي الموجود عندنا في اسطنبول. طبعا هاي كمية الشوربة اللي بنحتاجها لكمية الملوخية اللي معانا، اللي حكيت عليها 400 جرام ملوخية. تقريبا حطيت 4 كاسات شوربة من الكاسة المعيارية. بالوقت هذا بستغل الشوربة، هنجهز الدقة، دقة التومة التقلية، 6 دروس تومة بنحطهم في المدقة، وبنضيف على التومة ذرة ملح وبندقهم ونجهزهم. هيك تمام، دقيناهم ونعمناهم، بنسيبهم على المعلقة. بالوقت هذا هنجهز التقلاية التومة، بنضيف بس 3 معالق زيت نباتي، بنسيب الزيت يحمى على الغاز. طبعا زي ما تشايفين الملوخية ننزل فيها على الشوربة مباشرة، وبالمضرب بنحركها. أفضل طريقة للملوخية بنقلبها في المضرب، بتفك على السريع. وهلا بعد ما غلت الملوخية غلوتين، شايفين لونها أخضر أخضر، حلوة ولذيذة وبتشهي. وهلا هنجهز التقلاية. السلام أهل ريحة التقلاية، تقلاية الملوخية حاجة غير شكل، لازم وانت بتقلي الملوخية تكون متسمة. وهلا هنضيفها على الملوخية ونغطي. طبعا لازم التقلاية تدشها على الملوخية حتى تعطينا ريحة ونكهة. وهيك الملوخية صارت جاهزة. طبعا غلوة واحدة ونطفي عليها النار، وهي لونها شايفين لونها أخضر أخضر، وهيك بنطفي عليها. طبعا يا جماعة أنا حابة أقولكم الملوخية لما تستوي بلاش نغطيها حتى لونها ما يصفرش وتضلها لونها خضرة خضرة زي ما انتو شايفين. شايفين لونها، يا سلام فخمة، ريحتها كتير لذيذة. صحتين وعافية. وبهيك صارت سفرتنا جاهزة، بسم الله ما شاء الله. والطبق الأساسي صحن الملوخية،
اللي بشهر ما شاء الله وريحته تحفة. يسلم ايدك يا مرام، وصحتين وعافية. طبعا اول يوم في رمضان، كل عام وانتم بخير، واول سفرة واول يوم في رمضان. طبعا الكل بيعمل ملوخية عشان كل ايامنا تكون خضرة وحلوة، وطول الشهر الفضيل ربنا يرزقنا ويرزق الجميع ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. بتمنى تجربوا طريقتي وتشوفوا طعمها ولذتها، فعلا كتير بتشهي مع الرز. طبعا الرز بالشعرية زي ما انتو شايفين، والدجاج المحمر، والحبشت كنات، والسلطة، وشوربة لسان عصفور. وصحتين وعافية، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.